خرج لطفي دوبلكانو في المغاربيه الله شان المغاربيه وتما المغاربيه نورمال تهضر كاع المغرب العربيه تهضر غير على الجزائر هما يبدلوا لها اسمها يسموها الجزائريه ماشي المغاربيه ماشي اشكال ماشي مهم هذا كان ماشي مهم تاع وليد عباس المدني اسامه وقيله اسامه مدني خرج علينا هذا لطفي دوبلكانو على الحمله الانتخابيه اللي هو دايرها تبون في وارن قال لك لي جون اللي صوروهم برا بلي في ميجان وكاع كانوا يذبحوا فرانسيسكو قال لك هذا فرانسيسكو ما جاي تقول راجل اختو قال هذا فرانسيسكو قال لك سلك واحد الجماعه اصحاب هذوك لي جون حراقه صد لكم من البحر المهم حكايه هذيك كانوا يذبحوا عليه ماشي على تبون علاش صافي كي راح تبون الخنجله هذوك الغاشي واش كانوا يذبحوا فرانسيسكو لا كي راح لتيزي وزو الغاشي هذاك واش كان يذبح فرانسيسكو لا كي راح الجلفه واش كانوا الناس يذبحوا فرانسيسكو لا لا يا سيدي كي كرم الطلبه اللي جابوا الباك واللي جابوا البيع وكانوا يذبحوا فرانسيسكو لا والله العظيم غير تهضر واحد طبعا دي كونكوا راك حب تلحق لي دي بلي كونكوا تبون ما عندوش شعبيه تبون عنده شعبيه في الجزائر تحب ولا تكره ما نقولكش كاع انا ماشي كذاب كيما انت عنده شعبيه ماشي كاع الناس سيزير كان اللي يحبه كان اللي ما على بالوش كان اللي يكرهو بصح عنده شعبيه هذه نعطيها لك اوفيسيال عنده شعبيه وشعبيه لا باس بها هنا في الجزائر دونك كيف يدير ما فهمتش واش راكم تمدوا واش حبيتوا تلحقوا للشعب هذا واش من اللي دي اللي انا حاب نعرف واش راكم تمدوا للجزائر باريكوم لي زيدي حلول الحلول نسقطوا النظام نطيحوا النظام شت كيفاه في كاع المشاكل اكوش ادروات في الشرق في الغرب ليبيا فرنسا اسبانيا الكايان كاع نسقطوا النظام كي شغل كنا مغطين بقال بكالسو وتريكوت محبت ترجعوا لا قزالط شت كيفاه والله غير راي شباب والله غير راي شباب يا لطي واش عبيتني نقول لك يا وراه تلعب انت وجماعتك الجزائر فيها رجال والحلول نلقاوهم بيناتنا ما ناش جنة بصح ما ناش جهنمة الحمد لله يا ربي راضين بقسمة ربي حبة ونبنوا بلادنا أحب من أحب وكره من كره جماعتكم من تاب في استوديو ماشي متفاهمين واحد راشاد واحد ماك واحد ما على باليش ملين واحد ما على باليش من قسما بالله وتحكموا البلاد غير تتقاتلوا بيناتكم ماشي تتقاتلوا المشكل تدخلوا الشعب في المشاكل تاعكم اسمع مليح خويا يوم 7 سبتمبر 2024 في جال الكمارة هذه روح ننتخب عبد المجيد تبون والسلام.